بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أهلا بيكم متابعينا الأعزاء. يا ترى إيه الغلطة الكبيرة اللي بيقع فيها المصلين في صلاة التراويح بالنسبة لشهر رمضان؟ في البداية طبعا فضل صلاة التراويح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والتراويح سميت بهذا الاسم لأننا بنرتاح كل 4 ركعات. إيه هو بقى الغلط الكبير اللي بيقع فيه الناس في صلاة التراويح؟ تلاحظ إن الناس في صلاة التراويح بعد ما تصلي ركعتين أو 4 أو حتى قبل 3 ركعات بتوع الشفع الوتر بلاقيهم سايبين المسجد وخارجين. طب إيه المشكلة في كده؟ المشكلة في كده إني صليت صلاة التراويح وخرجت قبل الإمام ما يخلص، يبقى أنت كده للأسف مش هيتحسب لك ثواب قيام الليل كامل. يبقى عشان يتحسب لي ثواب قيام الليل كامل هفضل اصلي مع الامام لغايه ما يخلص عشان ان شاء الله تحسب لي الثواب كامل، عشان النبي عليه الصلاه والسلام قال: من قام مع الامام حتى ينصرف او حتى ينتهي كتبت له قيام ليله، او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى انا علشان يتحسب لي ثواب قيام الليل كامل كل اللي عليا اصلي ال 12 ركعه مع الامام او اكتر من كده حسب ما الامام يخلص، انتظر لغايه ما الامام يخلص صلاته خالص علشان اكسب الثواب كامل. ده بالعكس، ده ممكن الإمام في ال3 ركعات بتوع الشفع الوتر يصلي بصور بسيطة زي قل والله أحد وقل أعوذ برب الناس وقل أعوذ برب الفلق، فلو حتى طول مش مشكلة، هنستحمل شوية علشان أكسب ثواب قيام الليل كامل زي ما النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا: من قام مع الإمام حتى ينصرف أو حتى ينتهي كتب له قيام ليلة. وفي نفس الوقت النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأيضا قال رسول الله: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبي. يبقى أنا بصلي صلاة التراويح دي بنية قيام الليل. في حديث قدسي عن رب العزة قال الله تعالى: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمع الذي يسمع به وبصر الذي يبصر به ورجل التي يسعى بها ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعوذنه. فعايزين إن شاء الله ناخد ثواب قيام الليل كامل باللي احنا نصلي مع الامام لغايه ما يخلص صلاته، ويا رب يتقبل منا جميعا ان شاء الله ويعتق رقابنا من النار. واوصيكم ونفسي في ال10 الاواخر من رمضان بهذا الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حين سالته السيده عائشه: ان علمت يا رسول الله اي ليله هي ليله القدر؟ قال: اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. بشكركم لحسن المتابعه، ويا ريت تشاركوا الفيديو على اوسع نطاق. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.